وانت وانت ابو احمد. تعال يا ابو احمد تعال تعال, تعال. دام انك جيت استريح 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 استريح. عندي سؤال انا مهيرني. تفضل. ابي اعرف انا القوه الانسان قوه القلب ولا العضلات؟ اكيد اكيد العضلات. شو دخل القلب؟ انا اقول القلب. ايه انا مثل كلام اخوي النوري توي بس هو سبقني. يلا ينزل صوتك. قوه العضلات لا سلامتك ورضاك القلب معلك من الجسم والضخامه. ايوه بس 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 بس, بس 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 انا انا من هالسؤال ابي اوصل حق شغله. رفيجي حماده تقول يعني يا ابو احمد ان القوه قوه القلب. قوة القلب معك. ايوه مو بقوة العضلات. ما دام قوة قلب مو بقوة عضلات ابيك تثبت النظرية دي حقتك وتروح تعطي باسمي كف يدك. لا تخاف القوة قوة القلب. باسمي خرط تكفو كفو يا ابو احمد ابيك تثبت لهم كلهم. اقوى اقوى القوه قوه القلب قوه القلب تقول هذا الوالد شدك عندك. لا روح مسكين لا روح مكيس ابو يا ابو احمد الحين اثبت لي ابو احمد فعلا ان القوه قوه القلب. عطى بعد واحده ابو احمد عطى واحده على راسه على راسه كافو كافو والله يا ابو احمد والله كافو. انت شنو متسبب فيني؟ لا شنو متسبب؟ خلاص خلاص مريضي قوته تعال قوته يا قوه القلب تعال الزنيل ها وتخلي يشيلاني الحين. للحين انت مصمم ان القوه لا 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 الشر علي انا اللي طاوعك. القوه قوه الجسم ما نبي قوه القلب. خلاص جسم جسم مرداك خلاص مرداك. اني ما قلت قوه القلب.